السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائي الكرام في حلقة جديدة على قناتكم نبيل كسطان. سأقوم بإجابة مطولة إن شاء الله في هذه الحلقة عن الاستثمار في العملات الرقمية وما هو أثره على الاقتصاد المغربي، لأنه أتتني رسائل كثيرة وكثيرة جدا من المتابعين حول هذا الموضوع. وقبل أن نشرح في الحديث وتبيان بعض الأشياء المهمة جدا، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل دائما بالجديد، وأيضا لكي تستفيد من فيديوهاتنا تحاليل عملات رقمية، اقتصاد، أسهم، استثمار، تداول، توصيات، كل ما تبحث عليه في هذا السوق ستجده إن شاء الله في هذه القناة. لكي نتفق على أمر واحد قبل البدء في هذا الموضوع، العملات الرقمية يا أعزائي الكرام هي المستقبل، والآن أصبح جل الأشخاص المهتمين بالأسواق يتداولون في العملات الرقمية. لهذا أصبحت بعض البلدان في العالم تفكر في تقنين هذا السوق وفتح باب التداول والاستثمار لمواطنيها، لأنه فيه إيجابيات أو بعض الإيجابيات لاقتصاد تلك البلدان. لكن السؤال المطروح الآن يا أعزائي الكرام والذي يتبادر في جميع متداولي ومهتمين بالكريبتو كارانسي، هو لماذا بعض البلدان والحكومات تكره العملات الرقمية أو الاستثمار في البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى؟ هذا هو السؤال المطروح، لأنه بشكل عام أبينا أو كرهنا فأغلب الدول العالمية تتعامل بشكل عدائي مع العملات الرقمية المشهورة مثل البيتكوين، الإيثريوم، الكاردانو وغيرها من البلدان. أظن أن دولة السلفادور هي الوحيدة التي تعترف بالبيتكوين كعملة رسمية. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية وكندا تعتبر أيضا هذه العملات قانونية. أما بقية الدول فإما ترفض قيودا على شراء هذه العملات مثل مثلا فيتنام، جورجيا، أو تعمل على قوانين للتحكم فيها مثلا مثل بريطانيا والاتحاد الأوروبي، أو تمنع التعامل مع تلك العملات بشكل حاسب مثل الصين وبنغلاديش وبعض الدول الأخرى. أيضا أغلب الدول العربية تمنع التعامل مع تلك العملات مثلا العراق، دولة قطر، عمان، المغرب، الجزائر، تونس أيضا. وكان سبب المنع هو أنه العملات الرقمية وصول متقلبة وتتفاوت أسعارها بشكل سريع وتتأثر بعدة عوامل خارجية، ما يجعل الاستثمار بها على حسب ذكرهم محفوفا بالمخاطر. هذه كانت مقدمة إلى شكل ما. لننتقل إلى الموضوع المهم اليوم وهو المغرب، لأنه الكثير من المغاربة الحمد لله، وأنا شخص مغربي، أتتني رسائل كثيرة في هذا الموضوع. لماذا لم تستفيد المغرب من إيجابيات العملات الرقمية؟ لأنه كما أبينا شئنا أو أبينا مميزات العملات الرقمية أكثر من مساوئها، لكن كما ذكرت لكم تلك الأسباب التي ذكرتها لكم في الأول هي التي يعني تحث بعض الحكومات والدول إلى منع التعامل في أسواق العملات الرقمية أو أسواق الكريبتو كارانسي. فبالنسبة للمغرب يا إخواني، لكي نحسم في هذا الأمر سأقوم بالإجابة على جميع أسئلتكم. السلطات المالية في المغرب تقريبا دائما تحذر من التعامل بالعملات الرقمية. هل هذا رسمي أو لا؟ نعم رسمي، جاء في بيان مشترك للبنك المركزي ومكتب الصرف الحكومي والهيئة الوطنية لسوق الرصاميل، وهي هيئة حكومية كما تعرفون، دعت إلى الالتزام التام بالقوانين التي تحظر استعمال العملات الرقمية. هنالك قوانين تحظر استعمال العملات الرقمية، لكن الكثير من المغاربة يتداولون ويستثمرون في العملات الرقمية، لكن السلطة المغربية عاملة حواجز. مثلا لا يمكن لك من البنك أن تشتري عملات رقمية، لا يمكن لك أن تسحبها، لكن هنالك طرق أخرى مثل بي تو بي، وهذا تطرقنا له في القناة مرارا وتكرارا أعزائي الكرام. وللأشخاص الذين لم يشاهدون فيديوهات قناتي فالقناة أسفل الفيديو، اعمل سبسكرايب واشترك في القناة فأكيد ستتوصل بفيديوهات مفيدة ومفيدة جدا. نبقى في موضوعنا. فمحافظ البنك المركزي المغربي السيد عبد اللطيف الجوهري قال إن البنك ينسق مع صندوق النقد والبنك الدوليين للاستفادة من مساعدتهما لترخيص العملات الرقمية. فالسلطات المغربية تعي جيدا جيدا أن المستقبل هو العملات الرقمية أو ما يعرف بالكريبتو كارانسي.
ما يخيفها هو السلبيات. هنالك بعض السلبيات على بعض الفروع في الاقتصاد المغربي، لكن الآن يفكرون في تقنين العملات الرقمية. لماذا؟ لأنهم يعرفون أنها هي المستقبل، فيها مميزات كثيرة جدا سنتطرق إليها أيضا في هذه الحلقة. هذا يعرفه جيدا محافظ البنك المركزي، وصرح أيضا أن البنك المركزي المغربي أنشأ لجنة لبحث ترخيص العملات الرقمية، وأكد في شيء جميل جدا، قال بالحرف الكامل وأنا شاهدت تقرير كامل، قال أن مرحلة الاعتراف بالعملات الرقمية ستأتي لا محالة. والآن هذه اللجنة يا أعزائي الكرام بصدد إنشاء تقرير مفصل لما هي الإيجابيات العملات الرقمية في المغرب وما هي سلبياتها. لكن أنا كرأيي شخصي سأقول لكم شيء أنا متأكد منه بشكل كبير، وهذا رأيي الخاص، أن المغرب، وهذا فيديو للتاريخ، المغرب يا إخواني سيقنن العملات الرقمية، لأن المغاربة هم أكثر الأشخاص تداولا في الكريبتو كارانسي، أو ممكن تصنيفهم من بين أكثر الأشخاص في الوطن العربي. هنالك المغرب، هنالك مصر، هنالك السعودية، هذه هي الدول الأكثر استثمارا في العملات الرقمية. فالاقتصاد المغربي يتبقى له شيء هو الذي يؤخره عن تقنين العملات الرقمية، هو أنه يعرف أن العملات الرقمية تتسم بنوع كبير من التقلب، ممكن أن تربح أموالا كبيرة جدا وممكن أن تخسر أموالا كبيرة جدا، ما يتسبب في غياب أي حماية بالنسبة للمستهلك. أيضا الشيء الذي ما زال يفكر فيه البنك المركزي المغربي هو أن يمكن استعمال مثل هذه العملات الرقمية لأغراض غير مشروعة، وخاصة خاصة خاصة تبييض رؤوس الأموال أو تمويل أنشطة إجرامية. وهذا ليس المغرب فقط، بل جل الدول العالمية تخاف وتحذر من هذا النشاط الغير شرعي الذي ممكن أن يتسبب فيه تقنين العملات الرقمية. فأكيد المغرب أيضا يخشى على اقتصاده وعلى الدرهم نتيجة لخروج النقد الأجنبي عبر تجارة العملات الرقمية، ما قد يخفض في مرحلة من المراحل معروض النقد الأجنبي. فإذا أصلح البنك المغربي والحكومة المغربية وأعطوا حلول لمثل هذه التحذيرات والمخاوف، فأكيد أنه سيقنن العملات الرقمية، لأنه أيضا فيها إيجابيات كبيرة جدا، وهي سهولة المعاملات. فسهولة إجراء المعاملات بطريقة أكثر خصوصية من معظم المعاملات التقليدية، وكل هذا بتكلفة جد جد منخفضة. على سبيل المثال سأعطيكم مثال بسيط جدا، فشراء بعض أنواع العملات الرقمية كالبيتكوين أو اللايتكوين أو الآثريوم نقدا، ثم يمكنك إرسالها بسهولة إلى هاتفك، ويمكن لأي شخص إرسال واستقبال مجموعة متنوعة من العملات الرقمية باستخدام هاتف ذكي بسيط جدا. الشيء الثاني هو أن العملات الرقمية آمنة وموثوقة وشفافة، لأنه لا يمكن تزييفها أو عكسها بشكل تعسفي من قبل المرسل، كما هو الحال مع بطاقة الائتمان التقليدية. أيضا العملات الرقمية تشجع على ما يشار إليه بالبنوك منخفضة التكلفة، فيمكنك القيام بالتبادلات من أي مكان طالما هنالك إمكانية الوصول إلى الهاتف المحمول. أيضا مزايا مهمة جدا مثل التحوط من التضخم، والتضخم كما نعرف أصبح يقلق خصوصا في هذه الأوقات جل الدول العالمية، فالمعروض من البيتكوين محدود، لن يكون هنالك سوى 21 مليون بيتكوين في الوجود. هذا معروف لأننا نشهد حاليا ولادة عالم مالي بديل جديد على أنقاض القطاع المصرفي التقليدي. فجل الشركات العالمية والناشئة يا أعزائي المتخصصة في العملات الرقمية تقدم بطاقة الائتمان والقروض لمتداوليها، وأصبح أيضا المستثمرون تبنون العملات الرقمية بسرعة في جميع أنحاء الأرض، وكذلك الشركات، وبدأت الحكومات تأخذ الأمر على محمل الجد. أيضا أوقات السداد القصيرة والرسوم المنخفضة، أيضا نمو الصناعة المتسارع، أيضا العائدات الضخمة من التداول في العملات الرقمية، أيضا العائدات الضخمة جراء الاستثمار في العملات الرقمية، المعاملات الخاصة الآمنة. أيضا من مميزات العملات الرقمية المدفوعات عبر الحدود، فيمكن لأي فرد في أي بلد إرسال العملات الرقمية إلى شخص آخر بغض النظر عن موقعه الجغرافي بسهولة تامة. أيضا شمولية النظام المالي، وخصيصا إلى الأشخاص الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى النظام المالي التقليدي، فيمكن لأي شخص
المشاركة فيها بدون إذن من أي سلطة مالية أو حكومة وبدون الحاجة إلى امتلاك حساب مصرفي. كل ما تحتاجه لدخول هذا المجال هو هاتف ذكي أو ما يربي سمارت فون فقط. وأيضا العديد هو العديد من المميزات الأخرى التي أولا سيستفيد منها المواطن المغربي أو مواطن أي دولة في العالم، وثانيا أيضا بالرغم من أن الدولة لن تستفيد منها بشكل كبير جدا، لكن ستستفيد من بعض العائدات بسبب التداول والاستثمار في العملات الرقمية تحت شروط البنك المغربي والحكومة المغربية. لأنه عندما نقول تقنين نقول وضع شروط ووضع قوانين لتقنين مثل هذه العملات الرقمية. فشئنا أو أبينا أعزائي الكرام، فأنا لا أتكلم فقط الآن عن المغرب، فعلى جل البلدان العالمية أنها ستفكر كليا في تقنين التام للعملات الرقمية تحت ضوابط وشروطات وقوانين لهذه الأنظمة أو لهذا السوق. كدولة الإمارات، أنا أتكلم كدولة الإمارات، كانت سباقة بطرح ما يعرف بالدرهم الإلكتروني إيمانا منها أن واقع العملات الإلكترونية قادم لا محالة قادم، واستعدادا أيضا لمستقبل التداول الرقمي، خاصة أن السوق الإماراتي بمختلف قطاعاته يعتبر وجهة جذابة للاستثمارات العالمية. ولكن يا أعزائي، بالمقابل فقد شددت الدولة الرقابة على الشركات التي تتداول العملات الرقمية تحت غطاء قانوني وآمن. فهذا هو التصور الذي أراه أنا في جل الدول العالمية مستقبلا، سيقننون العملات الرقمية لكن سيشددون من الرقابة الدولية على الشركات التي تتداول العملات الرقمية بإعطاء غطاء قانوني وآمن لهذه العملات. أتمنى أن أكون قد وضحت بعض الأمور المهمة. لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل دائما بالجديد. أيضا إذا كانت لديكم أي استفسارات كيفما كانت اتركها أو اكتبها في تعليق، سوف أقوم بالإجابة بإذن الله على جميع تعاليقكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.